أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. نجتمع هذه الليلة مهبنين عزيزين على قلوبنا، الشهيد حسين الصافي والشهيد محمد يعقوب، لأرواحهما نبدأ بقراءة سورة الفاتحة. خير ما نبدأ به حفلنا التأميني آيات عطرات يتلوها على مسامعنا الأخ العزيز، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن عهد الله
تلوت بديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. نشكر القارئ الكريم على تلاوته العطرة، متمنين له المزيد من التوفيق والموفقية. أحب قطرة إلى الله. عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها العبد إلا الله عز وجل.
أن قطرة الدماء تلك ربما تكون قطرة من جهة الحجم، ولكنها ليست كباقي القطرات، إنها تختصر كل شيء. إنها التوحيد الحقيقي الذي نطق به لسان العمل مع كل ما يتفرع عنه. هي إثبات الإخلاص، حيث يرفع الإنسان يديه عن كل شيء ليتوجه نحو خالق كل شيء. هي تكبيرة الإحرام العملية التي يرفع فيها المؤمن يده تعبيرا عن نفض يديه من كل شيء من الدنيا وما فيها من مال وجاه وفتن، ويتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله. لعل تلك القطرة حصلت في شهادة حدثت في لحظة من الزمن، ولكنها أشرف من سنين طويلة، وكأنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تنزل فيها الملائكة لتبشر الشهيد وتحتضنه وترفعه إلى جوار الأنبياء والأوصياء، ترفعه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبقى الآن مع الأغنية للأخ الرادود مؤيد الشيخ، فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أقل من أن أكون راثيا لهذين الرموز، وهي مشاركة بسيطة وأرجو منكم العذر. ما زلت قرآنا يتلى إلى الحشر، والآية الأسماء في سورة النصر. ما زلت قرآنا يتلى إلى الحشر، والآية الأسماء في سورة النصر. باق على تنبض في مهد، والناس في القبر. باق على رغم الأزمان والدهر، تنبض في مهد، والناس في القبر. أذن فمشدود لساعة الصفر، أوقر ضواحيها من غفوة الفجر.
فالدم مواج في العسر واليسر، يردي رصاصا كم نام على الغدر. فالدم مواج في العسر واليسر، يردي رصاصا كم نام على الغدر، نام على الغدر، نام على الغدر. دم الشهيد يبدو أيقونة البقاء، فإنه امتداد في الأرض والسماء. دم الشهيد يبدو أيقونة البقاء، فإنه امتداد في الأرض والسماء. وثغره مليء بالحمد والثناء، أنعم به وأكرم في الداء والدواء، في الداء والدواء. يطوي الظلام طيا بقبضة الضياء، إن الشهيد باق رغما على الفناء. يطوي الظلام طيا بقبضة الضياء، إن الشهيد باطن رغما على الفناء، رغما على الفناء، رغما على الفناء. في قبرك الغافي بحر من الضياء، فيض من السحر، مد من العطاء. نأتيه بالشوق ندعو مع الرجاء، أن يلهب الدنيا نورا من السماء. نأتيه بالشوق ندعو مع الرجاء، أن يلهب الدنيا نورا من السماء. فينتهي ليل طال بلا انقضاء، يا جذوة النصر، يا شعلة البقاء. لولا سنى القبر يا أنجم الرخاء، ضاقت بنا الدنيا والعمر في شقاء. لولا سنى القبر يا أنجم الرخاء، ضاقت بنا الدنيا والعمر في شقاء، والعمر في شقاء، والعمر في شقاء. يا أيها الشهيد يا رونق الوجود، يا دوحة شذاها رائحة الخلود، صنعتم حياة تسمو بلا جمود، أزهرتموها
كما الورود تزهو بلا ذبول، تريق بالصمود في موتكم حياة هبت من الرقود. صلوا لنا صلاة تعلو بلا حدود، نحتاجكم أسارى نرفل بالقيود. صلوا لنا صلاة تعلو بلا حدود، نحتاجكم أسارى نرفل بالقيود، نرفل بالقيود، نرفل بالقيود. يا ما على التراب رحنا بأمانينا نرسم صور باجر ونتمنى يلفينا. يا ما على ترابا رحنا بأمانينا نرسم صور باجر ونتمنى يلفينا. شفنا الوطن جنة نحميه ويحمينا، عدنا حلم نبني ترابه ويدارينا. شفنا الوطن جنة نحميه ويحمينا، عدنا حلم نبني ترابه ويدارينا. ما ندري بالأيام من عينة تمحينا، بأول عمرنا نروح ونبتعد تالينا. ما ندري بالأيام من عينة تمحينا، بأول عمرنا نروح ونبتعد تالينا. وذاك التراب اللي تمنينا يبنينا وبدال حضنا وبدال حضن النار بجوفه يغطينا. وذاك التراب اللي تمنينا يبنينا وبدال حضن ويغطينا. وعلى القبر يكتب بيد أسامينا، وعلى القبر يكتب بيد أسامينا، بيد أسامينا. محفورة في الحنايا كل أمنية حملنا، ولو بالقبر سكننا
أقدمنا إليك رفعنا محفورة في الحنايا كل أمنية حملنا ولو بالقبر سكننا أقدمنا إليك رفعنا ويعتلي في المحافل ذكرك لو انذكرنا أنفاسك ووجودك نبض التراب نبضنا ويعتلي في المحافل ذكرك لو انذكرنا أنفاسك ووجودك نبض التراب نبضنا نبض التراب نبضنا أيامك وسنينك مأخوذة من عمرنا وهذه السعادة لكن مكسورة في صدرنا أيامك وسنينك مأخوذة من عمرنا وهذه السعادة لكن مكسورة في صدرنا عنها تظل أسيرة لو عب قلوب أهلنا روحت ألم نشاهد بوجه الوطن صورنا لنها تظل أسيرة ولو عب قلوب أهلنا وروحت ألم نشاهد بوجه الوطن صورنا بوجه الوطن صورنا بوجه الوطن صورنا متمنين له دوام التوفيق. لا تقولوا أمواتا. يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتأدب أمام عظمة تلك الدماء. ففي الوقت الذي نجد فيه أن الموت حق وأنه أمر لا بد منه وأنه أمر طبيعي لكل الناس وليس هو نقص إنك ميت وإنهم ميتون، رغم ذلك كله نجده سبحانه وتعالى يأمرنا بالتأدب أمام عظمة الشهداء. ولا تقولوا لمن يقتل، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فرغم أن الموت ليس نقصا وعيبا لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يطلق على الشهداء تقديما وتشريفا لهم حتى على المستوى اللفظي. ومن اللفظ يتعمق الفارق حتى يكون حاجزا نفسيا وحالة معنوية خاصة تخيم بظلالها على ذكر الشهداء والتعاطي معهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في حالة ترق قرآني من الحالة اللفظية إلى الحالة النفسية. نبقى الآن مع كلمة الحفل. بالمناسبة نعتذر ويعتذر لكم سماحة الشيخ الجد حفصي عن المشاركة، وسيكون مكان الكلمة كلمة للأستاذ أحمد أبو الشهيد علي المؤمن، فاستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على بس
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. نعم، هذا هو تكريم الله سبحانه وتعالى بأنهم عنده يرزقون، وهو النصر الصحيح بمعنى الكلمة، نصر المقتول على القاتل واستمرارية النصر حتى قيام الساعة. وأنا أفتخر أن أكون بينكم، ولست بصاحب هذا القدر أمام هذه القامات التي عطت ولم تركح إلا لله سبحانه وتعالى. الشهيد والشهادة، شهدانا لم يخرجوا بطراً أو أشر، خرجوا للمطالبة بحقوق مشروعة شرعه الله سبحانه وتعالى وبني الإنسان عموما. لهذا خرج شهيدنا الصافي حسين الصافي في التسعينات في مثل هذا اليوم في عام 1996 ليطالب بحقوقه، إلا أنه قتل مظلوما وإلى اليوم. وفي مثل هذا اليوم في أيام ثورة 14 فبراير المجيدة التي خرج فيها الشعب مطالبا بحقوقه المشروع أيضا، قتل أمام الملأ شهيد الغيرة الذي مثل غيرة أبناء أوال البحرين التي لم ترضى أن يدنس عرض. كلنا رأينا الملاحقات لهذا الشهيد بسيارات الشرطة، فرحل مظلوما رحمه الله تعالى بروحهم وأرواح الشهداء الفاتحة. إنها الشهادة، لو كانوا ليسوا شهداء لم يخف منهم القاتل، لا زالوا لم يعطوا حقوقهم إلى اليوم. ولأن الشهيد محفوظ ومنصور من الله سبحانه وتعالى، ستظل هذه المحافل ترفل بذكرهم عليهم الرحمة. لنتعلم منهم نحن الطلاب الصغار أمام هذه القامات مهما على شأن البعض منا، فلنستفيد من هذه الشهادة. قال تعالى: قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أنا لست في صدد الهجرة أو تفسير الآية، إنما من لم يستطع مقاومة الظالم المطالب بحقه فليهاجر. الأصل أنك تطالب بحقوقك مهما كان، هذا الأصل. حقي من حقي أن أعيش كريما. لهذا الشهادة علت كل المراتب. الشهيد لم يغادر، ولو أن من غادر حمل كرامته معه أيضا، ولكنه أبى إلا أنه يأخذ حقه، ولكن عموم الظلمة يرفضون ذلك. لهذا لن نخاف على شهدائنا. لقد خرج الشهيد المؤمن في 14
صارخ النفس فدا وطني، لم تكن كلمات مبعثرة هنا أو هناك. نفسي فدا وطني تعني أنني أطالب بحق هذا في هذا الوطن، بل أقدم أغلى ما عندي لله سبحانه وتعالى ولهذا الوطن ولهذا الشعب عموما، لم يقل سنة أو شيعة. لهذا الوطن لهذا قتل، ولهذا تحارب هذه الكلمات هنا وهناك. فلنستفد من الشهداء ومن كلماتهم ومن مواقفهم، ولهذا أغتنم هذه الفرصة معي آباء أخوة وأخوات هناك، أمهات، ولدي أبناء طلبة. فلنستفد من الشهداء محمد إبراهيم يعقوب ولد رحمة الله عليه الشهيد، كان مثابرا في دراسته، هذا ما عرفته عنه، وكذلك الشهيد علي المؤمن. فعلينا نحن الآباء قبل الأبناء أن نلتفت لأبنائنا في كل مجال. إذا أردنا تربيتهم الصحيحة ليس معنى أن نركنه في زاوية في البيت، فليكن ابني يأخذ كامل عناوين التربية، فليكن في المسجد، فليكن في المأتم، فليكن في المركز الشبابي، فليكن في درس القرآن، فليكن في الشارع مؤدبا، في كل نواحي الحياة الاجتماعية. ليس أن نخاف عليه لنركنه في زاوية في المنزل حتى لا يصاب بأذى. ما هو القصد هذا؟ من يحب أبنائه عليه يربيه التربية الصحيحة في كل مجالاته. أبنائي الطلبة، من أراد، من يحب الشهداء عليه أن يمتثل لمطالب الشهداء. الشهداء كانوا يدرسون متفوقين، فلنتفوق بهم كما تفوقوا، كانوا مؤدبين خلوقين، فلنحمل الأخلاق في حياتنا. كذلك الأخوة عليهم أن يشجعون أخوتهم، قد لا يكون لهذا الطالب أب بقدر المسؤولية، الأخ الأكبر عليه أن يقوم بدوره، وهذا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس السياق اليوم أقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فاصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، هناك من يوصم هذا الشعب بالإرهاب وبالعنف. هذا الشعب أثبت بكل معاني الإثبات أنه شعب يطلب حقوق وليس إرهابيا كما يدعى عليه. فلا نخجل أن نكون نطالب بحقوقنا. كل العالم يعرف أن الشعب البحريني يطالب بحقه أيا كانت مراتب المطالبة، أنا لا أدخل في هذه الخصوصية. شعب يطالب بحق، يطالب بتغيير وضعه السيء. من يرهب هو من يهجم على بيت، كما فعل بي أنا قبل أيام، يهجم على بيتي وتروع حرمتي. هذا هو الإرهاب، هذا هو العنف. ليس العنف أن يخرج علي المؤمن أو يخرج محمد الغيرة أو الصافي أو حسين الصافي ليطالب بحقه، لا مجال، ليست السياسة هذه. هناك حقوق نختلف، ولكن ليس مجال لأن نختلف أن لدينا حقوق. فلنأخذ من الشهداء درس أن مطالبنا
لابد أن تتحقق حتى نعيش بكرامة، وإلا سنعيش أذلة في كل وقعة. السنة التاريخية تعلمنا كل الحضارات التي ماتت بسبب خنوح للظلمة عموما. بنو إسرائيل حينما خنقوا الفرعون أخذ يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم، ولكن حين خرج موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استطاع أن يغير الكلمة، تغير ولا نحاول أن نسمع لمن يغرز الفتنة والاختلاف في هذا الشعب، كمن يدعي أن هذا الشعب ينحو نحو العنف، أو هناك من لديه عنف. أبناءنا ليسوا عنفيين، ليسوا إرهابيين، أبناءنا في السجون نعم، ولكنهم مظلومين. المسرحيات واضحة، أنا ضحية هذه المسرحيات، عائلتي ضحية هذه المسرحيات، قرابة 3000 سجين رأي. هناك من يقول ليس هناك سجين رأي، لقد أعمى الله بصره بصيرته، هناك المصالح أو الخوف، وأنا أقول قد يكون الخوف، ولكن نقول كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تنمو ذكرنا ولن تميت وحينا. هذه كلمات قالتها أم البصيرة بطلة كربلاء عليه السلام ببصيرة. فلنأخذ من هذا المثال، ولهذا علينا أن لا أقول أنك أنت رحت الظاهر أو لا، أقول خذ جانبك الصحيح في مجتمعك، كن رجل صحيح في مجتمعك، لا تكون سلبيا، بهذا راح يصلح المجتمع. في الختام أعتذر عن التقصير، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بحق شهدائنا الأبرار الذين ظلمهم النظام. أقولها بالتأكيد لأنني تقدمت لهذا النظام، وهو أول قلم يتقدم فيه بعد ثورة 14، بأن يأخذ القضاء مجراه. إلا أن القضاء ظلم ابني الشهيد علي المؤمن كما ظلم سابقه الشيخ حسين الصافي، فبدل أن يجرم القاتل وإذا بالقضاء يجرم الشهيد. لهذا أقول الإرهاب ليس من وجوهنا كما يدعي البعض، ولكننا تعلمنا من الحسين أن الحياة مع الظالمين برمة، وأن الركوع لله سبحانه وتعالى وحده والذلة ليست في وجوه المؤمنين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله من أعاد الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. الشكر الجزيل للأستاذ أحمد والد الشهيد علي المؤمن على كلمته التوجيهية، والتي خص فيها التحلي بأخلاق الشهداء من الناحية العلمية والعملية إن شاء الله.
متمنين له المزيد من التوفيق. لقاء المحبوب. يقول الإمام الخميني قدس سره: هنيئا لهؤلاء الشهداء ما نالوا من لذة الأنس ومجاورة الأنبياء العظام والأولياء الكرام وشهداء صدر الإسلام وأكثر من ذلك. هنيئا لهم بلوغهم نعمة الله التي هي رضوان الله من أكبر. إن لقاء الله سبحانه وتعالى هو حلم الأنبياء وأمنية الأولياء والشهداء. كل أمر يصبح بمقارنته أمرا تافها وصغيرا ولا قيمة له. هذه الأمنية هي من أهم الأمور التي يحصل عليها الشهيد، بالإضافة إلى مجاورة الأنبياء والشهداء. لذلك نجد الآية الكريمة تؤكد على اللقاء الذي سيتفرع عنه كل رزق ونعمة عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإمام الخميني قدس سره في كلماته: إنهم اتصلوا بعشقهم بالله العلي الكبير بالمعشوق ووصلوا إليه ونحن لازلنا في منعطف إحدى الأزقة. ويشرح لنا الإمام الخميني قدس سره: كيف يمكن للشهادة أن تختصر الطريق؟ كيف يمكن للشهادة أن تختصر الطريق؟ أن تختصر الطريق وتصل بالشهيد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فيقول في إحدى كلماته: لربما كان السر في ذلك أن الحجب التي فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وتجلياته تنتهي كل هذه الحجب إلى الإنسان نفسه. الإنسان هو الحجاب الأكبر، وكل الحجب الظلمانية أو الحجب النورية تنتهي إلى الحجاب الذي هو الإنسان بذاته. فنحن الحجاب بين ذواتنا وبين وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أزال أحد هذا الحجاب في سبيل الله وانكسر الحجاب بفضل التضحية بحياته، فإنه يكون قد كسر جميع الحجب، مثل حجاب الشخصية وحجاب الإنية. نعم، ينكسر هذا الجهاد بالجهاد، ينكسر هذا الحجاب بالجهاد والدفاع في سبيل الله وفي سبيل بلاد الله والعقيدة الإلهية. نبقى الآن مع الشاعر الأخ العزيز خليل إسماعيل، فاستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، رحمة الله وبركاته. السلام على أبائي وأمهات الشهداء جميعا. على الأرض هذه دم النصر مر، تجلى إباء بنا فانتصر. شهيد هنا شهيد هناك، وشعب بهم للسماء افتخر. هنا سترة العشق أرض الفداء، بها الظلم جار ولا يختصر. تنادي لطاغوتها بالصمود: صمودي قوي ولا من كسر. تنادي دمائي بجور تسيل، وذنبك هذا فلن يغتفر. تنادي إلى الشعب هذا النداء ببيت ومعناه فيكم حضر: إذا الشعب يوما
أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نسير لا ندري، نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير نردد الشعار والجموع خلفنا في قرية، في مسجد، في مأتم، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير. فكل ما يهمنا بأننا نسير، فيطمعون جمعنا ويخفتون صوتنا، ويستباح حقنا فيخذل الشيخ بنا ويحبط الصغير. لكننا نسير، أحلامنا أن لا نرى في السجن من أسير، أحلامنا أن يشبع الجائع والفقير، أن لا نرى أولاد، أن لا ترى أولادنا سقفا من الهبات قد يطير، أن نهجر الحصير، أن يرحل الحقير عن بلادنا لأنه حقير، ونلبس الحرير. فإن تحققت لنا والله لن نسير، عشنا بموطن لنا يحدد الممات، نجتث عن مسارنا ونزعم الثبات، بموطن ذلت به الفتيان والبنات. أهكذا الحياة؟ أهكذا نسلخ ظلما وسط الظلام لأننا قلنا كلاما يجرح النظام؟ فيسلب المنام وتذبح الأنام، ويمنع الكلام، ويمنع الشعب بأن يخرج للمسير. فننظم الشعر وفي عنواننا الصمود، وننشد الألحان باليأس وبالبرود، ونزعم النصر بوهم ما له حدود، لنكسر الجمود، نظن أننا أمة مشهورة الخلود. نقول لا للذلة الحمقاء، لا قيود، وقولنا كعاشق هاجر من أحبها وخانها، فربما يطيل هجرا أو لها يعود. وهكذا نسير، ننام دهرا ثم نصحو من جديد، نصحو لساعات ونمضي ولهم نعيد، بقالب جديد، بخطبة أو قلم يعظم القصيد، نكرر النشيد ونذكر الشهيد، ونفعل الأفعال كي لا نستوي عبيد، بقالب جديد فيحرق الإطار، ونعلن القرار، وننشد الشعار في الليل والنهار، نعيدها والشعب في أقواله يعيد، يريد ما يريد. نرى الحسين مثلنا بالدم والوريد، وننظر القاتل في أعماقنا يزيد، ثم ننادي للملا بصحوة الضمير، وعزمنا فقير لا يملك الكثير. وهكذا نمضي فلا نملك شيئا غير أن نسير، بموكب، بندوة، بساحة، بقرية، بمسجد، بمأتم، أو في سفارة لعينة بها سفير، أو قرب شارع به سعادة الوزير. فكل ما يهمنا بأننا نسير، نسير لا ندري إلى أين بثأرنا، لكننا نسير. ورسالة ثانية لمؤرخ التاريخ. يا مؤرخ، انتظر محك كل شيء أرجوك،
عطنا فرصة وهالوضع يمكن نحله. شنو تكتب بالله قلي وعينك تشوف؟ عرب تحارب عرب مو هاي فشلة. مطرشين ابليس لك بس واسطة خير، هو متفشل بعد وبقلبه علة. باكر الجيل اللي جاي بصفه يقراك، بالله شنو تريد يا مأرخ تقله؟ عن تناقض جندي رشاشة على الأطفال، وتلقى صعبة بيوم عنده يدوس نملة. تقله عن تناقض جندي رشاشة على الأطفال، وتلقى صعبة بيوم عنده يدوس نملة. تقله عن ذاك الطفل ذاك ميت وماء البحر حاول يغسله. تقله عن حكام بيهم روح فرعون، ولذلك كل من بعرشه يتأله. فزعة الخيل انتهت هسه واجا الليل، لا حوافر نسمع لها وماكو صهلة. صار عاد نشوف شعب بخيمه ينام، لأن داخل بلدته ضيق محله. يعني ترضاها يقولون العرب ناس بلا ضمير ولا شهامة؟ هاي عدلة. ابنك وابني بعد باكر شنو يكون دام أسود يقرأ عن تاريخ أهله؟ مسلمين وعرب وكثرة بالأعداد، كثرة نكون بس واقعنا قلة. هاي أرض القدس أولى القبلتين، قبلة عن صهيون صارت خوش قبلة. نشوف بالعين الدرب واضح للمسير، بس غريبة لهالوقت نعجز ندله. لغة القرآن عدنا وعدنا حكام، من هو بتلفاز عاجز يخرج جملة. العرب هسه صور من غير مضمون، صحرة قفرة وتمرة حلوة ويمها دلة. نكون يوسف بس جماله بينا مخسوف، نكون مريم دون عيسى ودون نخلة. نكون أول ظاهريا وآخر نصير، نكون عنتر عاف سيفه وعاف عبله. احنا قيس ومستجن متناقض هواي، عنده نسوة بكثرة بس يريد ليلة. احنا حصلنا بترف الأموال كل شيء، إلا شيء اسمه شرف نعجز نحصله. هاي واقعنا، شعارات وقصص شام، بكل شي قلدنا الغرب قلدنا شكله. شماغنا بلندن تخيط حتى العقال، وما رأينا من النفط إلا المذلة. والعرب كانوا قبل أسماء تنقال، كل من بعلمه كبير وزاد فضله. أكو بن سينا وبن حيان أشخاص نرفع بهم راسنا وكل من نجله. هسا عدنا معمر القذافي تاريخ، فشللو ينقال كان يدير دولة. وصار صدام الشهيد بنظرة من الناس، يا شهيد يصير ما معروف أصله. يا مؤرخ وش تريد تقول عالصار؟ يا أخي كذب كل شي أعوج بينا عدله. هاي تاريخ الفساد ونكسة الراس، بدلة أرجوك وأحل فنك تبدلة. قول شن أخوان نفزع فزعة أخوان، واللي يوقع الجشي متنا وتحمله. قول حكام العرب كانوا حكيمين، كل من الشعب يمد بيثار حبله. قول كانوا زاهدين وعافوا قصور، وسيفهم بس للعدو كل من يسله. قول أي شي واستر علينا رجيناك، ماكو شي يستاهل تقوله وتنقله. اصبر شوي وامحي ما خطت ويمناك، عالبلاوي هذي بس انطينا مهلة. لا تخط هالحاضر تخيل هيقرون، عرب تحارب عرب مو هاي فشلة. وقصيدة ختامية، ربما تكون القصائد في هذا الوقت أو معنويات الشعب في هذا الوقت محبطة من هذا الجور ومن هذا القمع ومن هذا القتل من هذه السلطة، ولكن لابد أن تتحفز جميع النفوس
مع آباء الشهداء ومع دم الشهيد. يا شعب لا تخلي ليل الذل في قلبك يستمر، حارب بنورك لأنك أنوار الفجر. يا شعب لا تنسى جرحك لا ولا تنسى العوار، استرجع آلامك لجل تغضب على كل اللي صار. الغضب منطق جدا وهو لك أفضل قرار، واصل بثارك ولك يتقرب بنور النصر. اذكر بألفين وحدعشر جميع اللي جرى، اذكر لسماك خاين وهو خاين أشكره. اذكر الذل والمهانة والذبح والمجزرة، اذكر المظلوم والمفصول ويا المنأسر. واذكر اللي تشمت بجرحك لجلت لها بغضب، اذكر السواك ايراني ونكرك من العرب. اذكر المس الشرف، اذكر قليلين الادب، اذكر التعذيب والذل وفؤادك من قهر. واذكر التكسير والتخريب والسلب الحقير، اذكر الجيش اللي دمر مسجدك وانت كسير. اذكر النواب هالخانة وتذكر كل وزير طالب بتهجيرك وبين إلك معنى الغدر. استرجع ايام الشمل في ماضي ضاوي بالإباء، استذكر الدوار لما انت اكدت الولاء. وراجع الضربة الأليمة بخميس افدى الدماء، عيد لك كم مشهد يخلي فؤادك ينفطر. استذكر السب والشتم يا شعبي بوقات المحن، وبالسلامة الوطنية استذكر آهات الوطن. كنت دا تتنفس بحرية لازم تنسجن، دقق شقد على المهانة وعلى المذلة تنجبر. استذكر اعلام الوطن وتذكر الكذب الاصيل والمذيعين اللي خلوك انت مثلات الدخيل. استذكر السماك خاين طائفي واكبر عميل. يا شعب لا تنسى وضعك فترة وانت منكسر، استذكر التغيير اللي صار وجرب بعض النفوس اللي كنت انت اخوهم تالي سموك المجوس. انقلب قلب التبسم واستوى قبالك عبوس، هذا لا ينساه قلبك وانت منه تعتصر. استذكر التفتيش في الشارع من ازلام النظام، واللي هانوك بحقارة والشتم ببشع كلام. استذكر الحرمة اللي انسطرت من اولاد الحرام. يا شعب ارجوك لا تخلي المآسي تندثر، يلا استرجع حماسك واثأر وقلبك حديد. لا يهمك مرتزق لا ضابط ولا اي عميد، اغضب وخلك قوي فدوة وهدية للشهيد. لا تبرد ثورتك هذه وهي كانت جمر. يا شعب قاوم ترى انت في وضع الاحتلال، اسعى واغضب وانتقم لا تنتظر كلمة تعال. يا شعب لا تخلي ليل الذل يواصل في القتال، حارب بنورك لأنك انت أنوار الفجر. حارب بنورك لأنك انت أنوار الفجر. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل للأخ العزيز الشاعر خليل آل إسماعيل على قصيدته على قصائده الرائعة وإلقائه المتميز. طرأت أسباب فنية للمونتاج الخاص بالشهيدين، لذلك نأسف من عرضه هذه الليلة، ولكن ستجدونه في قناة اليوتيوب والإنستغرام فتابعوا
تلك القنوات. الشهيد في البرزخ من المواطن الصعبة التي تنتظر الإنسان سؤال القبر، أو كما تعبر عنه الروايات فتنة القبر، حيث يأتي الملكان الشديدان ليسأل الإنسان عن ربه ودينه. قد يتصور البعض أن الجواب سهل، فما أسهل أن تقول الله ربي والإسلام ديني، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، لأن عليه أن يجيب بلسان الصدق، حيث لا خداع ولا كذب في هذا اليوم العصيب، والصادق تطابق أقواله أعماله، لذلك سيكون الجواب صعبا جدا. هل كان محور حياته الله تعالى؟ هل كان خطه في هذه الدنيا ما رسمه الإسلام والحكم الشرعي؟ أم أن محور حياته كان الدنيا والأهواء؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في هذا اليوم الذي يقف فيه الإنسان خائفا ذليلا ينتظر من يعينه وينطق لسانه الصدق فيه أمام هول العذاب القبر الذي بدأ يقرع بابه، يكون فم الشهيد صادق، يكون فم الشهيد الصادق جراحه المفتوحة التي تشهد له بالعبودية والإخلاص. هذا الفم الذي لا يحتاج إلى النطق أصلا، لأن الملائكة تستحي من سؤال الشهيد، نعم إنها تستحي حتى من سؤاله. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره. ولما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نبقى الآن مع أنشودة لجنة الفردوس، فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
منكما حاشا يفنى النظر بقبر فليجري سيدا حاشا من أسد تتمكن في يوم أضلال من مائك فلتسقينا من خلفك إنا أخوان جزرا وسط ليالينا فاجرف ظلمك بالأموال من مائك فلتسقينا من خلفك إنا أخوان جزرا وسط ليالينا فاجرف ظلمك بالأموال الأرض تعاني فعلى الطغيان الأرض تعاني فعلى الطغيان ربي هب لي من عندك أنصار الشيطان غدا يلعب بالنار ربي هب لي من عندك الشكر الجزيل لفرقة جنة الفردوس على
أنشودتهم الرائعة والأكثر من رائعة حقيقة. مقام الشهيد في الجنة. يقول الإمام الخميني قدس سره: هل يمكن بالاستعانة بالقلم واللسان توضيح التشرف أمام الله وضيافة المقام المقدس الربوبي؟ ألم يكن هذا المقام هو مقام فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الذي انطبق حسب الحديث الشريف على سيد المظلومين والشهداء عليه السلام؟ هل هذه الجنة هي تلك التي يقتل فيها المؤمنون؟ وهل هذا التشرف والارتزاق عند الرب من المفاهيم البشرية أم أنه سر إليه خارج عن حيطة أفكار البشر؟ إلهي ما هذه السعادة العظمى التي وفقت لها خواص عبادك وحرمتنا منها؟ وهكذا نجد أن الشهادة نور إلهي يرافق الشهيد في كل مراحل مسيرته الإنسانية، فهنيئا له في الحياة وبعد الموت وفي الآخرة. لنا الحق بعد ذلك كله أن نسأله: من أين جاء هذا المقام العظيم للشهيد؟ نبقى الآن مع فقرة التكريم. هناك تكريمان. التكريم الأول من أهالي جزيرة سترة للشهيدين حسين الصافي ومحمد يعقوب، والتكريم الآخر من والد الشهيد علي الشيخ للشهداء لأرواحهم. نقرأ سورة الفاتحة وأستدعي أبا الشهداء. تفضلوا. الفاتحة. تفضل أبا الشهداء. تفضل يا الأخوة المنظمون، يطلبون منكم الوقوف تكريما لأهالي الشهداء وللشهداء أنفسهم. سمعت الشيخ؟ تفضل. والد الشهيد علي الشيخ مكرم، شهيد الغيرة، شهيد محمد يعقوب. تكريم عائلة الشهيد حسين الصافي. جوال الشيخ قدم تكريمه لعائلة الشيخ علي الصافي حسين الصافي. اهداء من عائلة الشهيد صادق السبت للشهيد الغيرة محمد يعقوب. وتكريم من عائلة الشهيد صادق سبت لعائلة الشهيد الصافي. الآن تكريم أهالي سترة لشهيد الغيرة شهيد محمد يعقوب. شافون.
نيابة عن أهالي سترة يقدمها والد الشهيد علي الشيخ لعائلة الشهيد محمد يعقوب شهيد الغيرة. يقدم نيابة عن أهالي سترة والد الشهيد علي المؤمن تكريمهم لعائلة الشهيد الصافي. نطلب من آباء الشهداء صورة جماعية. تفضلوا إخوان لي صورة جماعية. تفضلوا إخوان كابوكيون، إخوان رموز، إخوان النشطاء. ارفعوا اصواتكم بالصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. كلمه نيابه اللي هو عنه عن عائلة اللي هو الشهير في مريم، لأن أنا عمك، أنا ما أبغى أتكلم بعد أن هي بعنك، أنت أصلا نائب عنك، أصلا عزيزي، بس وشكرا إلى المأتم وإلى إدارة المأتم وإلى الحضور وإلى الحضور وإلى جميع المشاركة، يعني نيابة عن عائلة الشهيد محمد يعقوب يتقدمون بأسماء آيات الشكر والعرفان لإدارة المأتم لاستضافتها الحفلة التأميني وللمشاركين جميعا ولكم أيها الحضور على هذا التفاعل.